ولسه كنت انا وندى بنتكلم انه اكيد ليك يعني اسلوب حياه واسلوب تغذيه معين، وندى كمان كانت بتقول انه خاصه ان انت ما فيش حد كان بيوجهك ولا كنت بتتمرن في نادي، ده كان مجهود ذاتي. فالواحد يعمل ايه بقى علشان يخش يعني في موسوعه جينيس، او يعني بلاش يخش في موسوعه جينيس، يعني يبقى عنده شويه من اللياقه البدنيه اللي عندك يعني. يعني ابسط حاجه ان هو يتبع نظام غذائي صحي او يمشي على لايف ستايل مناسب ليه، من حيث ان هو يتمرن. لازم التمرين ده حاجه مهمه جدا لاي حد، لا عايز يحافظ على صحته من بث اثليت او رياضي عايز يحقق انجاز. المفروض كل الناس تتمرن، اي حد عايز يحافظ على صحته، حتى لو الشيب بتاع جسمه كويس. الرياضه مهمه جدا، بالاضافه برضه للاكل، نوعيه الاكل اللي انت بتاكلها تكون صحيه. يعني دي نصايحي اللي هو عشان اسلوب حياتك يكون احسن وتقدر تقوم بنشاط حياتك اليوميه. وده اللايف ستايل، يعني ده التحدي الكبير اللي بيواجهني انا كمدرب لما اجي مثلا اشتغل مع كلاينت او عميل. التحدي بتاعي ان انا اخليه يمشي على لايف ستايل صحي ويفضل يستمر عليه مدى الحياه.